وهو أن نعي ما نقول، أن نتدبر ما نقول. ليس بالضرورة أن نقرأ كثيراً، ولكن من الضرورة أن نقرأ ما نفهم أو أن نفهم ما نقرأ. مهم جداً أن نتعلم تفسير الآيات التي نذكر من قراءتها. مهم جداً، لأنه لا يمكن أبداً أن يعيش الإنسان جو الآيات وهو لا يدرك ما نقرأ ولا يفهم ما يقرأ. لا يمكن أن يعيش الجو أبداً، لابد أن يفهم ما يقرأ. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سأل الله بفضله، إذا مر بآية علاقة استعاذ بالله، إذا مر بآية إياك عظيم لله عظم الله جل وعلا. يعي ما يقرأ، يفهم ما يقرأ، يعيش ما يقرأ. يقول القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين كبار، يقول: دخلت على عمتي عائشة أم المؤمنين في الضحى فإذا هي تصلي، فانتظرت حتى تقضي صلاتها فلا تقضي، طارت في صلاتها، فلما رأيت ذلك انصرفت إلى السوق لأقضي بعض حاجتي ورجعت فإذا هي ما زالت تصلي وهي تقرأ قول الله تبارك وتعالى: ووقاهم ربهم عذاب السموم وتبكي لا تستطيع أن تتجرد، لا تستطيع أن تتجرد، ووقاهم ربهم عذاب السموم. تعيش معك جبير بن مطعم دخل في الإسلام بما يقول: دخلت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو على كفر ذات الوقت، يقول: فقرأ صلى الله عليه سورة الطور حتى إذا بلغ قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول: كان قلبي إلا طيب، كان قلبي إلا طيب من الخوف مما سمع من الآية. مشكلتنا أننا صرنا مع القرآن أعاجم، لا نفهم كثيرا من القرآن، ولذا لا نتأثر ولا نعيش معه، فصارت الصلاة علينا ثقيلة. فمن الضروري أن نتعلم معاني ما نقرأ، أن نقضي وقتا في حضور دروس التفسير أو القراءة في كتب التفسير، فنعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى.